كلهم كانوا ده حيي مدح وينها بنتلاند تر عبد الولي محمد علي قاس يوكيل كجار كقرمة مذوبي وقابل سنارهمها الصومالية أي واحد يرد اللي جسر يي حالة جودة الصومالية دستور كمل جار كا دور شوين كلا بكون يلا بعطن أي حالة ديجان كتقرق شركة شرايد أي لبده مسؤول سوى دشيرة وقبتين أي مدح وينها بنتلاند واحد وشيء إنه شركة كسر دمادي سجولة وهكوا هذا اللي قد سعد كنا بده الصومالية هكوا هذا اللي إن أرمه إن بتجري هذه أمن قد ذلك وهكوا هذا اللي أرمه السياسة ده يهرب مرينتا يصير الصومالي يهرب وش عن لهيد إن يو أرمه هنتي مهم وح إن وحنا كهذا اللي مثلاً هنتي إن ووركا طبعاً وحوي شغل سعادة هيدو ذلك ميلا بدل كم بدو كنت تجيي أنا كان دوناك بين نوع هيد وحمرنا يوم القدم بيسي وحكي صورة تلحق برضو نوع يما هذا بركو وحي سبدر ذلك كذا عي بأمور مهم سنة إيو مهمة ده إلى ده هاي فدراليزم كإيو إيو دستور كإيو كونستيوشن كإيو وحول كله وكو هذا اللي تشير ميكل كيتين أيا وحا وشيغين بنت لانا قيم مهمة كتا هاي صوماليا أين كو هذا اللين حالة دور شوين كصوماليا لباكون يلا باطن إيو تن بنت لان شركة إسكاشيغ مامل قبرادية دا أو باريكا بلابان دونا مقالة بايدابو وآن فلو إنو إن وحفي عنكسو بحان إيا كدب شركة ديبوغيست دستور كصوماليا أو فود النقصو هيا وحان سيدو كالكاد دو دي إني حالة دا أمانكا وحان كفر أحسان هاي إنان قوبتو كاها شرير كي نبضين أو موغدا إن برشادو قبالكو هاشي فايدو يندبع وكيلك غرامة مدوبي أيا سيدو كالي عدي إي إن بنتلان أي كوضا حالين سيدي لو قبوچين لها حالة حيسادات كتاقن ديگان كتوكرق اسكوهر فريان عيدامة بنت لان يكوه سومالي لان وحايقيا حيا اوان كوهد هذا اللي قيساد دو دا حيسا بنت لان يكوه سومالي لان ديگان كتوكرق يسيدو كلا سيدي لو چوكتين لها نبت قليا دا قودة هان دالك قيدي سعود كا دورشوين كا دالك اللباكون يلبات غران كا إيا حتا كوه بنت لان National elections, and of course, Puntland has its own elections. Jamal Issa Mahmoud, Star TV, Garowe.